السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مس أسماء ياسر، أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي 2025. رجعت لكم بفيديو جديد هنبدأ فيه يونت 3 الوحدة التالتة. هنشرح النهاردة ليسون 1 الدرس الأول. الوحدة التالتة جايب عنوان How do I look؟ يعني إيه How do I look؟ يعني كيف أبدو؟ ده طبعا عنوان الوحدة يا ولاد، وده شكل الوحدة التالتة زي ما انتم شايفين. طيب هنبدأ في الوحدة التالتة بإيه يا جماعة؟ بالدرس الأول اللي هو Lesson 1 الدرس الأولاني. سنة خمسة اللي لسه مشتركش في القناة وفعل زر الجرس، ينزل يشترك حالا وفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد يا ولاد. شارك الفيديو ده مع أصدقائك عشان هم كمان يستفيدوا، وده هيدعمنا جدا لو كمان حطيت لايك. طيب هسيب لك تحت في الوصف قائمة تشغيل الصف الخامس ابتدائي 2025 ترم أول، فيها جميع دروس الوحدة الأولى والتانية مشروحين ومحلولين بالترتيب، سواء كتاب المعاصر اللي بنشرح منه في الفيديو ده أو كتاب الجام اللي معاه نسخة كتاب الجام. هسيب لك كمان في الوصف تحت أسفل الفيديو إزاي تكتب إيميل، إزاي تكتب باراجراف، لينكين مهمين جدا يا سنة خمسة. عنوان الدرس ده يا ولاد بيقول لك Our trip، رحلتنا to الفيوم، لمكان أو لمحافظة الفيوم. Our trip to الفيوم. الفوكابيولاري يا سنة خمسة اللي هي المفردات بنبدأ بيها كل مرة. كي فوكابيولاري يعني المفردات الرئيسية. أول حاجة معانا أو أول كلمة معانا يا سنة خمسة سترة. سترة يعني سويدر. ريبيت أفتر مي بقى كده يا سنة خمسة. سويدر سويدر. سترة يعني سويدر. طيب تي شيرت، طبعا دي صورة السترة قدامك أهو. تي شيرت بقى يعني إيه؟ تي شيرت يعني تي شيرت زي ما هي بالظبط. تي شيرت تي شيرت تي شيرت. طب معطف، معطف يعني كوت. بتفطر مية سنة خمسة، وده بيتلبس في الشتاء. كوت معطف يعني كوت. كوت بيجامة بنلبسها في البيت اسمها بيجاماز. بتفطر مية بيجاماز بيجاماز. ها بيجامة يعني بيجاماز. طيب وشاح اللي احنا بنلبسه يا ولاد برضو في الشتاء كده اسمه سكارف. ريبيت أفتر مية سنة خمسة، قول ورايا. سكارف سكارف سكارف. طيب نظارة شمسية يعني إيه؟ يعني سان جلاسز. ها نظارة شمسية يعني سان جلاسز. ريبيت أفتر مية سان جلاسز. وليه محطوط الإس؟ عشان إحنا بنلبس النظارة بالعدستين، ما ينفعش ألبس عدسة واحدة. سان جلاسز. طيب حذاء رياضي يعني سنيكرز. ريبيت أفتر مية سنيكرز. ده اسمه ايه؟ حذاء رياضي سنيكرز سنيكرز. قلادة يعني نيكلاس نيكلاس نيكلاس. قلادة نيكلاس. حقيبة السفر يا ولاد اسمها ايه؟ اسمها سوت كيس. اللي بنحط فيها الهدوم بتاعتنا اسمها سوت كيس سوت كيس. اللي بتفطر مية سنة خمسة سوت كيس. مخطط يعني سترايب. اللي بتفطر مية الله يا سنة خمسة حاجة مخططة، القماش اللي قدامك دي مخططة اسمها سترايب سترايبد سترايبد يعني مخطط سترايبد. طب لو حاجه بقى منقطه زي ما انتم شايفين كده اسمها ايه؟ منقط يعني اسمه سبوتد. اللي بتفطر مية يلا سبوتد سبوتد يعني منقط سبوتد سبوتد. جلابيه يعني ايه؟ اسمها جلابيه جلابيه يعني جلابيه. الناس بقى معظم الناس بتصلي في الجلابيه دي، او في ناس اصلا لبسها العادي اللي هو كل يوم بتلبس ايه؟ جلابيه. اسمها ايه؟ جلابيه جلابيه. ها الشورت بتاع السباحه يا ولاد اسمه ايه؟ او المايو اسمه سويمنج شورتس. سويمنج شورتس يعني شورت بتاع السباحه. سويمنج شورتس سويمنج شورتس سويمنج شورتس. طيب بعد كده يا سنه خمسة عندي اكسترا فوكابيولري مفردات اضافيه. زي موحد يعني يونيفورم، زي الزي بتاع المدرسه، انت بتلبس كل يوم زي موحد وزمايلك كلهم بيلبسوا نفس الزي، اسمه ايه؟ اسمه يونيفورم. لو ناس شغالين في مصنع بيلبسوا نفس الزي اسمه ايه؟ يونيفورم. يبقى زي موحد يعني يونيفورم يونيفورم. مشمس يعني ساني ساني ساني. بتفطر مين؟ ساني. رحله قصيره يعني تراب 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 تراب. منعش أو بارد يعني cool cool cool. لؤلؤة يعني pearl pearl يعني لؤلؤة pearl pearl pearl. طيب ذهبي أو ذهب gold gold. ذهبي أو ذهب يعني gold.
مشوق أو رائع، يعني exciting. exciting اللي بتفطرني exciting. exciting مركز تسوق shopping mall. shopping mall يعني مركز تسوق shopping mall. shopping mall مدينة الفيوم يعني الفيوم. الفيوم الفيوم طبيعي اسمه ايه؟ natural. طبيعي يعني natural اللي بتفطر مين؟ natural. natural مريح comfortable اللي بتفطر مين سنة خمسة؟ comfortable. comfortable يعني مريح comfortable. خطوط stripes. stripes stripes متحمس يعني excited. excited 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 عطلة أو إجازة holiday. holiday 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 بتساوي كلمة vacation اللي هي برضو عطلة أو إجازة. يدوي من صنع البشر man made. man made man made يعني من صنع البشر، حاجة بتعمل يدوي man made. تعالوا نشوف هنا بيقول لك did you know، هل أنت تعلم إن cotton grows in the Nile delta، أنت تعرف إن بينمو القطن في دلتا النيل. Many people العديد من الناس believe بتعتقد that Egyptian cotton اللي هو القطن المصري is the best ها هو قطن أو أفضل قطن in the world في العالم. تعالوا نكمل. وصلنا يا سنة خمسة للconjugation of verbs تصريف الأفعال. عندي regular اللي هي الأفعال المنتظمة بإضافة الدي والإي دي، ودي حاجة أنا بقولها كل درس ها، والآي إي دي. الاي اي دي الدي مع الافعال اللي نهايتها اي، الاي دي مع معظم الافعال، الاي اي دي مع الافعال اللي نهايتها واي تسبق بحرف ساكن تقلب الواي لاي اي دي. تعال نبدا على طول كده ونشوف. اول حاجه يرتب او يحزم امتع يعني باك، الماضي منه باكد. باك باكد تفطر مي باك باكد. ويت يعني ينتظر، الماضي منه ويتد. ويت ويتد ويت ويتد. remember يعني يتذكر، الماضي منه remembered. remember remembered remember remembered وكلهم اتضاف لهم ed. طيب افعال غير منتظمه بتحفظ كما هي، ملهاش قاعده، دي ليها قاعده ال-d وال-ed وال-id ودي ملهاش قاعده. give يعطي، الماضي منها gave. give gave give gave. wear يرتدي، الماضي منه wore. wear wore wear wore. know يعرف، والك هنا سايلنت لا تنطق، الماضي منها نو وبرضو الك هنا سايلنت لا تنطق. نو 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 ده بالنسبه للconjugation of verbs يا سنه خمسة. الجزئيه بتاعت الكلمات عموما بتعيد الفيديو اكتر من مره في الجزئيه دي عشان الكلمات تثبت معاك. وصلنا للimportant expressions and prepositions، تعبيرات وحروف جر هامه. يتجول يعني walk around، ريبيت افتر مي يا سنة خمسة. walk around walk around في أوقات المساء in the evenings. in the evenings وبنقول the لأن evenings بتبدأ بحرف إيه متحرك لو حرف الإي، يبقى in the evenings مش بنقول ذا لا بنقول the. in the evenings منذ وقت طويل four ages. four ages ريبيت افتر مي four ages. come on يعني هيا او تقدم او اسرع. come on come on come on في قدميك. on your feet on your feet feet يعني قدميك، قدميك الاثنين. on your feet لا اتحمل الانتظار I can't wait. I can't wait انا مش هتحمل الانتظار. I can't wait ده بالنسبة يا ولاد للتعبيرات والحروف جر الهامة وبرضو بتتذاكر. هنا المين بوينتس نقاط هامة on listening and reading texts على نصوص الاستماع والقراءة. الموضوع بتاع النهاردة يا ولاد هو our trip رحلة to الفيوم، ده التوبيك او الموضوع. الجايدنج ووردز اهي والسنتسز اللي هي الجمل. الفيوم ودي محافظة، بيقول لك آسر and his mom، آسر ومامته will go to الفيوم، هيروحوا للفيوم. pack وسوت كيس، they need to هم محتاجين to pack ان هم يحزموا their suitcases الشنط بتاعتهم او الحقائب بتاعتهم for their holiday للاجازة. sneakers اللي هو حذاء رياضي، they will walk around هو هيتجول a lot كثيرا so Asir will need his sneakers عشان كده هو هياخد حذائه الرياضي. gold ذهب ونيكلاس كلادة ها. mom will take هتاخد her gold necklace الكلادة الذهب بتاعتها. ده الموضوع يا ولاد ودي الجمل المهمة اللي في الموضوع.
تعالى بقى نشوف كده عندي ايه. عندي بوب كويس بسيط كده على ايه، على الفوكابيولوري. بعد ما اكون ذاكرت الكلمات كويس جدا جدا بقدر احل الكويس ده بمنتهى السهوله. بولي تشوز، اختاري ذا كوريكت انسر، الاجابه الصحيحه فروم اي بي سي اور دي. اول جمله معانا بتقول ايه يا سنه خمسة؟ يلا تعالى كده نبدا على طول عشان ما نضيعش وقت. اول حاجه بيقول لك اد بالتايم، ها اي بوت اون ماي نقط، هي في الوقت بتاع النوم يا ولاد هي بتلبس ايه او بترتدي، بوت اون يعني ترتدي ايه، بيجامز اللي هي البيجامه بقى بتاعت النوم. انسر اجابه شوز اللي هو حذاء، وسوت كيس اللي هي حقيبه. شي بوتس اون هير، هي ارتدت ايه، اند جلافز وجوانتي ان وينتر في الشتاء، شورتس اكيد لا مش هتلبس شورت، كوت معطف ولا تي شيرت ولا سان جلاسز نظاره، اكيد طبعا هترتدي معطف في الشتاء. هي باكد، هي حزمت هيز كلوز ملابسها ان ا سمول نوت فور ذا ويك اند للاجازه، يبقى سمول ايه، سول سويدر ستره، بنسل كيس مقلمه، سوت كيس حقيبه ولا شاربنر برايه، طبعا اكيد سوت كيس حقيبه، حطت الايه الهدوم بتاعتها في الحقيبه. She likes to wear gold، هي بتحب ترتدي ايه، ذهب around her neck، حول رقبتها، necklace اللي هي necklaces اللي هي القلادات، ترتديها حول رقبتها. My school مدرستي نقط is very nice، my school جلابية، اكيد طبعا مش هلبس جلابية في السكول، uniform زي موحد، ها necklace قلادة، عين طبعا هيبقى الزي الموحد بتاع المدرسة بتاعه لطيف. My pajamas، البيجامة بتاعتي are very نقط، I like wearing them، انا بحب ارتديها، يبقى يا بات سيئة comfortable مريح، هارد صعب بور فقير، اكيد طبعا هي مريحة عشان كده انا بحب ايه ارتديها. تعالوا نكمل. وصلنا بعد كده يا سنة خمسة للليسننج، الاستماع and reading والقراءة. هنا بقولي listen، استمع and read واقرأ. آسر and his mom، آسر ومامته are packing، بدأوا يحزموا their suitcases الحقائب بتاعتهم to go to الفيوم، عشان يروحوا الفيوم. طبعا دي صورة الأم، ودي صورة مين، ودي صورة آسر. فالأم بتقول ايه، آسر we need to pack our suitcases for our holiday tomorrow، بتقول له احنا محتاجين ان احنا نحزم الحقائب بتاعتنا لقضاء اجازتنا tomorrow، يعني ايه، يعني غدا. اما قايل لها it's so exciting، ده هذا امر مشوق للغايه، دي حاجه جميله جدا. I can't wait to go to الفيوم، انا مش قادر اتحمل الانتظار عشان اروح الفيوم to see uncle حاتم، عشان اشوف العم حاتم and aunt ملك والعمه ملك and of course وبالطبع فارس and ايه and دينا، طبعا دي يا ولاد اكيد العيله بتاعته. الام قالت له I know، اعلم او اعرف، I am excited، انا متحمسه to see them لرؤيتهم، to ايضا we haven't seen them for ages، احنا لم نراهم منذ وقت طويل، but come on، لكن هيا we need to pack، احنا محتاجين ان احنا نحزم ايه امتعتنا. اسر قال لها اوكي I need to pack my green t-shirt، انا هاخد معايا كده في الحقيبة ايه التيشيرت الاخضر بتاعي and my swimming shorts والمايو اللي هو الشورت السباحة because they have a lovely pool، لانهم عندهم ايه حمام سباحة جميل، don't they، اليس كذلك. الام قالت له yes and remember، وتذكر your sunglasses، النضارة بتاعت الشمس بتاعتك، it will be very sunny، الجو هيكون مشمس جدا. اسر قال لها well I need a coat and a scarf، هل سأحتاج الى معطف ووشاح؟ قالت له no، لا آسر you won't، انت مش محتاج، but you should pack a sweater، لكن هات معاك سترة، it can be cool in the evenings، ممكن يكون الجو برد في اوقات المساء، بس مش محتاجة ايه، مش محتاج معطف، يعني هو يدوبك ايه سترة بس. قال لها okay I'll pack، انا هحزم my blue sweater، سترتي الزرقاء، that's my favorite، هي المفضلة بالنسبة لي. قالت له you will need your sneakers، انت هتحتاج ايه كمان، حذائك الرياضي، because عشان we will be walking around a lot and you need to wear something comfortable، انت هتحتاج حذائك الرياضي عشان احنا هنتجول كثيرا وسنحتاج الى ارتداء شيء مريح on your feet، في قدمك. قال لها what about my best جلابية، ايه رأيك او ماذا عن افضل جلابية لدي، will I need the one that grandma gave me، انا هحتاج الى تلك الجلابيه التي اعطتني اياها مين، جراند ما اللي هي جدتي. ده بالنسبه لاولاد لنص الاستماع والايه والقراءه. نوت بيقول لك لاحظ وي يوز ويل زائد المصدر، احنا بنستخدم ويل زائد مصدر الفعل تو توك اباوت فيوتشر اكشنز، لما بنيجي نتكلم عن الاحداث المستقبليه ويل بيجي بعدها ايه يا اولاد، ويل يعني سوف،
بيجي بعدها اهي ويل يعني سوف، بيجي بعدها مصدر الفعل، الفعل بدون اضافات مش متضاف له اي حاجه. دي ملاحظه جميله وخفيفه كده بنكتبها ليه لما بنيجي نتكلم عن المستقبل. تعالى نكمل. قالت له إيه لما قال لها بقى على الحوار الجلابيه؟ قالت له نو، لا يو وونت، انت مش هتحتاج اليها. بات اي ويل تيك ماي جولد نيكلاس، لكني ساخذ العقد الذهبي الخاص بي. قالت له ام اسر رد عليها قال لها ام اوكي وات ايلس دو اي نيد، ماذا ساحتاج ايضا؟ او اي نو ماي بيجامز، انا اعلم ايه بيجامتي، هاخد بيجامتي. I'll take the ones with the stripes. أنا هاخد تلك التي بها خطوط. They are really cool. هي لطيفة حقا. ده بالنسبة لنص الاستماع والقراءة الأولاني. عندنا narrator one يعني الراوي الأولاني وspeaker اللي هو المتحدث. بيقول يوسف went to يوسف سوف يذهب the shopping mall للتسوق. He bought هو هيشتري some striped pajamas يعني بيجامات إيه مخططة. narrator 2 speaker الراوي الثاني بيقول نسمة went to the park هتروح للحديقة. she took a spotted umbrella وهي هتاخذ معاها الامبريلا الايه المنقطة. الراوي الثالث قال اميرة went to school هتروح للمدرسة. she wore هي هترتدي her striped uniform الزي الموحد بتاعها المخطط. اخر حاجة وائل played in the rain وائل played in the rain بيلعب فين في المطر. He wore a coat هو ارتدى معطف and a spotted scarf وكمان scarf ايه مخطط كوفية مخططة. بعد كده يا سنة خمسة عندي language functions قواعد لغوية. بقولك ايه to express للتعبير the need for doing something للتعبير عن فعل او عن الحاجة لفعل شيء ما. يعني انا عايز اقول انا محتاج كذا حاجة انا هعملها. بنستخدم I need to وبعدين مصدر الفعل. مصدر الفعل يا سنة خمسة هو المصدر بدون اضافات، الفعل بدون اضافات. يعني انا لو عندي الفعل go انا دايما طبعا بستخدم الفعل ده لما باجي اوضح مصدر الفعل. فعل go في المضارع بيبقى goes وبعدين بنضيف له ing ساعات وبعدين بيبقى في الماضي went. اني واحد فيهم مصدر الفعل؟ انت قلتي مصدر الفعل يعني بدون اضافات. go هنا متضاف له اس يبقى ده مش مصدر الفعل، وهنا متضاف له ing يبقى ده مش مصدر الفعل، وهنا فعل شاذ يعني فعل في التصريف الثاني يعني ماضي وده مش مصدر فعل. انت قلتي مصدر الفعل الفعل في حالته الاصليه والفعل بدون اضافات اللي هو جو ده فعل مصدر، يبقى اي نيد تو بيجي بعدها مصدر الفعل يعني الفعل بدون اضافات خالص. هنا مثلا اي نيد تو انا محتاج الى باك، كلمه باك هنا جايه مصدر الفعل، محتاج ان انا احزم ماي جرين تيشرت التيشرت الاخضر الخاص بي. يبقى لما نيجي نعبر عن الحاجه لفعل شيء بنستخدم اي نيد تو زائد مصدر الفعل. تاني حاجة عندي يا ولاد في القواعد اللغوية الامبريتيف فورم اللي هو صيغة الأمر. بنبدأ على طول بمصدر الفعل زائد باقي الجملة. خلاص عرفنا مصدر الفعل اللي هو الفعل بدون إضافات والفعل في حالته الأصلية. هنا مثلا إداني مثال come on هيا we need to إحنا محتاجين back our suitcases for the holiday، إحنا نحتاج إلى حزم إحنا حزم أمتعتنا للأجازة. That's exciting، ده كان الرد، هذا أمر مشوق. يبقى صيغة الأمر أنا بقول لك come on تعالى، يعني بدأت بمصدر الفعل وبعدين إيه باقي الجملة. تعالوا نكمل. وصلنا يا سنة خمسة للجنرال اكسرسايز الامتحان اللي موجود على الليسن 1 على الدرس الاولاني. لسه ما شاركش في القناة وفعل زر الجرس ينزل حالا يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد، يشارك الفيديو ده مع اصدقائه يا سنة خمسة. تعال نبدأ على طول بي. بيقول لي ايه الليسن استمع عن سيركل وضع دايرة على ذا كوريكت انسر الاجابة الصحيحة من A B C or D. طبعا احنا بنقرأ واحنا بنقرأ بنحل الاربع جمل دول. نبدأ على طول بتقول ايه اول حاجة بتقول لك نسمة has two brothers لديها اخين. نسمة has two brothers اوكي يوسف اند وائل. يوسف ومين ووائل؟ يوسف went to the shopping mall yesterday ذهب للتسوق بالامس. he bought هو اشترى some striped pajamas بعض البيجامات المخططة. يبقى يوسف bought some striped pajamas جميل. بعد كده نسمة went to the park راحت للحديقة and took her وخدت معاها spotted umbrella اللي هي الامبريلا الايه المخططة. يبقى نسمة went to the park راحت للحديقة. اخر حاجة خالص معانا يا ولاد وائل played in the rain بيلعب في المطر. he wore هو ارتدى a coat معطف and a spotted scarf وايه وارتدى scarf ايه منقط. يبقى وائل wore a لبس ايه كوت معطف. بعد كده يا ولاد عندي choose the correct answer اختار الاجابه الصحيحه من A B C or D.
I bought أنا اشتريت nice نقط to wear عشان ارتديه on my feet في أقدامي. أنا اشتريت إيه؟ sneakers حذاء رياضي, sunglasses نظارات, suitcases حقائب, coats معاطف. I always أنا دايما wear برتدي my نقط to protect my eyes عشان أحمي عناية from the sun من الشمس, يبقى أنا برتدي إيه؟ sunglasses نظارات اللي هي بتاعت الشمس. She wears بتبتدي a gold نقط إيه, ذهب around her neck حول رقبتها, بترتدي أكيد إيه يا ولاد؟ بترتدي نيكلاس اللي هي قلادة. I bought new swimming أنا اشتريت new swimming إيه to swim in the pool عشان أعوم إيه في البسين. ها يبقى هو swimming shorts اللي هو شورت السباحة. هنا بقولي read اقرأي and complete the text وكملي النص من الكلمات اللي قدامك. I am نهى أنا اسمي إيه؟ I am نهى اسمي نهى. I will not my suitcase أنا سوف أحزم يعني pack الإيه الحقيبة بتاعتي. For our holiday tomorrow عشان الأجازة إيه غدا. I am excited أنا متحمسة. I need to pack أنا عايزة أحزم my green نقط, هيبقى my green إيه ولاد T-shirt. بعد كده I won't need a coat أنا محتاجة معطف, but I should take my لكن أنا هاخد إيه my نقط to protect my eyes عشان أحمي عينيا, يبقى أنا هاخد إيه sunglasses اللي هي النظارة. بعد كده I'll back أنا هحذف my نقط sweater my blue اللي هو الايه يا ولاد السترة الزرقاء. It's cool at night بتكون ايه يا ولاد؟ بيكون برد بالليل. هنقرأ القطعة دي ونحل على طول يا سنة خمسة. Read the text اقرأ النص and answer the questions. عمر رانيا and حازم are friends أصدقاء. They are at the same age هم في نفس العمر. They will visit الفيوم next Friday هيزوروا الفيوم الجمعة الجاية. They are very excited متحمسين to go there عشان يروحوا هناك. They need هم محتاجين to pack عشان يحزموا their suitcases for the holiday الحقائب بتاعتهم للأجازة. عمر will need his sneakers محتاج الحذاء الرياضي بتاعه because they will walk around هيمشي كتير أراد كثيرا. And he needs ومحتاج to wear يرتدي something comfortable on his feet يرتدي شيء مريح في قدمه. رانيا will pack هتحزم هتاخد معاها her sunglasses النظارة الشمسية because it will be very sunny there عشان الجو هيبقى مشمس هناك. حازم will pack his swimming shorts هياخد معاه شورت السباحة because he wants to go swimming there عشان عايز يعوم هناك. This text هذا النص is about عن ايه يا سنة خمسة؟ عن a trip رحلة to الفيوم. دي اجابة السؤال رقم 1. بعد كده the underline كلمة تحت خط اللي excited اللي معناها متحمس, معناها angry غضبان, sad حزين, happy سعيد, hungry جوعان طبعا معناها سعيد. When will the friends الأصدقاء هيزوروا امتى الفيوم؟ هيزوروها يا ولاد next Friday. دي اجابة السؤال رقم كام؟ اجابة السؤال رقم 3 يا سنة 5. هنكتبه زي ما هو كده. فين هنكتبه؟ هنا next Friday. Why does عمر لماذا عمر want to back his sneakers عشان لماذا عمر هيرتدي او هياخد معاه الحذاء الرياضي؟ هنقول ان هو because they will walk around a lot هيمشي كتير and he needs ومحتاج to wear something يرتدي شيء comfortable in his feet. دي اجابة السؤال رقم كام؟ اجابة السؤال رقم 4. هنكتبها زي ما هي كده في اجابة السؤال رقم 4. بعد كده هنرتب الجمل اللي قدامك دي وانت طبعا تكتبها على هيئة ايه جمل. اول حاجة she wears هي ارتدت او هي بترتدي a comfortable shirt يعني هي ارتدت a comfortable shirt يعني شيرت مريح. I هتبقى I need to هي بتحتاج ان هي I need to pack ان هي تحزم ايه my sneakers الحذاء الرياضي بتاعها. هنا طبعا عندي باونت كويت هيبقى ال W كابيتال ونحط في الاخر ايه يا ولاد علامه استفهام. طب ليه علامه استفهام؟ لان ده سؤال بيبدا بواتش بيتكلم عن اتريب رحله تو الفيوم. جاوبنا عنها في الدرس لسه قارئين عن رحله في الفيوم وكمان مجاب عنها في نهايه الكتاب تقدر تجيبها وتذاكرها. هسيب لك تحت في الوصف زي ما قلت لك في اول فيديو قائمه تشغيل الصف الخامس ابتدائي في 2025 ترم اول فيها جميع الدروس الوحده الاولى والثانيه من كتاب الجيم والمعاصر مشروحين ومحلولين بالترتيب. هسيب لك تحت في الوصف كمان ازاي تكتب باراجراف مهم جدا, ازاي تكتب ايميل, فيديوهين هيفيدوك جدا, وكمان هسيب لك صفحه الفيسبوك لو محتاج اي استفسار. بتمنى لكم التوفيق جميعا. اللي لسه ما عملش اشتراك ولايك ينزل يشترك حالا ويعمل لايك ويشارك الفيديو مع اصدقائه عشان هم كمان يستفيدوا. بتمنى لكم التوفيق جميعا يا سنه خمسه. كانت معاكم مس اسماء ياسر واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله.